السلام عليكم. اليوم نروح لولاية مستغانم لنتعرف على هذا المركب الضخم الذي تم تدشينه هذا الأسبوع من طرف وزير الصناعة والصناعات الدوائية سيد علي عون، اللي تم تدشين هذا المصنع الضخم، واللي في الحقيقة يعتبر مركب لإنتاج مواد كيميائية مختلفة انطلاقا من مادة البترول، إذن وباستعمال الطاقة الغازية، استعمال الغاز كطاقة لإنتاج هذه وتحويل مواد بترولية إلى مواد جد مهمة، لأنها تستعمل في كثير من الصناعات مختلفة. أكيد سوف يعزز القاعدة الصناعية في ولاية مستغانم وفي الوطن بصفة عامة. وأكثر تفاصيل إذا نخليكم تابعوا الفيديو. السلام عليكم. دشنا حاليا عنده مهمة كبيرة في الصناعة، بالأخص في بعض الصناعات المعروفة كتحويل المواد الموارد الماتيار اغريكول توسكي موارد فلاحية، وداخل في بعض الصناعات الثقيلة اللي رانا تطرقنا فيها في قطاع صناعة حديد وصل. الفصل هو مشكور، وهذا ما هو مطلوب من المستثمرين سواء كان أجنبي أو جزائري، وبالشراكة تكون فيه يعني استثمار نافع، دي بروجي اندستريال يوتيل، وهذا يعني نموذج من هذا النماذج. كل صاحب المشروع وصاحب المصنع وصاحب المركب بالاخص اللي طراتي راه موجوده هنا مشكورين على هذه المجهودات، وان شاء الله بالتوفيق، يعني بالتوفيق نزيد نوسعوا اذا محتاجين توسيع، رانا موجودين، السيد الوالي موجود، والوكاله الوطنيه للتسجيل على الاستثمار موجوده. يفو با ايزيتي، استثمروا وسعوا وخلقوا مناصب عمل في المنطقة هذه، وإحنا ما نكون غير إسناد لكم. Oh.